مرحبا، أنا الدكتور عمر موسى الحمو، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين. رح نشرح لكم اليوم طريقة تركيب جهاز التقويم الثابت وتثبيت الحاصرات على فم المريض. طبعا بنبدأ بتركيب فاتح الفم ومنوضع السكشن، وبعدها بنبدأ بالعزل أو تجفيف الأسنان وتخريج الحاصرات بالإتشينج، وبعدها بنبدأ بإلصاق الحاصرات في وضع البوند وتثبيت الحاصرات على الأسنان وتصليبه. بعد ما نخلص تركيب الحاصرات بنخلي المريض يختار اللون المناسب، طبعا في عنا ألوان كتيرة ومتعددة، وبعدها نبدأ بتطبيق الوايرز وبالشد بالمطاط اللي اختاره المريض. ونحن جاهزين لأي استفسار أو أسئلة عن موضوع تركيب الأجهزة وتبعاتها. مجمع فاليو الطبي، لأنكم القيمة الأكبر لدينا.